سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عنوان درسنا اليوم القدوة الحسنة. القدوة الحسنة لما أولادي بيشوفوني إنسان ملتزم، يشوفوني إنسان ما بكذب ما بغش، نعم ما بغير وببدل. كنا نشتغل نعم سبحان الله بالمخابز، كنا نحط المواد كلها كاملة، السكر والحليب والمحلب نحطهم كاملين بالخبز. اي نعم. فاجا مرة المدير تبع المخابز سمع انه نحن ما بنستعمل سكر المخابز نهائيا، يوم نشرب شاي بنجيب خبز بنجيب سكر من برا. فاجا زارنا وقال لي انه مسمح لك تشرب شاي من السكر تبعنا. قلت له لا مو مسمح لي، ما بيحق لك تعطيني اذن انت. صارت المخابز كلياتها تبعت تشتري من برا سكر مشان تشرب شاي، لانه فمن يعمل مثقال ذره. فاذا كان الحساب على مثقال ذره، كاسه الشاي كم ذره فيها؟ شو بدي بهالشغله؟ انا عاجز اني اجيب نص كيلو سكر او كيلو سكر وحطه جنب مني بالشغل اشرب شاي منه. نعم. فقلت لهم يعني مو تجربة، مو شغلة، مو شروة. يوم من الأيام كنت حاطط عندي غلوة سكر، بس غلوة واحدة مو زايد عندي غيرها، وكنت بدي صوم. الدنيا مو رمضان، فعند السحور حطيت بريق الشاي، سويت عروسة جبنة مشان إني آكل السحر، ولا ملقيت السكرات. وين السكرات يا شباب؟ قال والله شربناهن. قالوا صحتين وهنا. شربت مي مع عروس الجبنة. قالوا لي شيخ طيب خذ كاسة السكر بكرة بتسد. أنا بركي ما عشت لبكرة. قال نحن بنسد عنك، بركي كذبتوا علي وما سديتوا عني، منين بدي اجيبها يوم القيامة؟ ما بسلم رقبتي لحدا، ما لي مصلحة. بعد منا الناس كلياتها. نعم. عمل رجل يؤثر في ألف رجل. واحد يكون قدوة حسنة بالحي تبعه، بتلاقي الحي بكامله تأثر فيه. وقول الرجل ما بيأثروا برجل. هلا الخطباء بالجوامع وعلى المنابر قديش بنخطب قديش بنحكي. اي نعم. بينبح صوتنا وخذوا كلام مثل رصاص، بدون ناخذ جناب مثل النحاس. احكي اللي بدك اياه، بس خلصنا زيل على المنبر خلينا نروح نشوف السيران ونشوف المكان اللي قاصدينه. الأم قدوة حسنة. الأم أيضا هي اللي بتأسس الأولاد. الأب بشغله، الأم هي اللي إيش مسؤولة عن أولادها، هي مسؤولة عن تربيتها. بتلاقي اليوم كامشة بإيدها الموبايل فاتحة الواتس أب، صباح الخير مساء الخير. إيه وتلاقي ضايعة وقتها. أولادها بالشارع برا عم يلعبوا، بيطلعوا ترباية شوارع وهي ملتهية بأشياء ما لها طعمة. هي قدوة؟ هي قدوة الحسنة؟ ما قدوة حسنة. المدير تبعنا لما بنلاقيه نعم عنده شغلات ما لها طعمة نتأسفي. مديرنا نتأسفي، هو أسوتنا وهو قدوتنا. فلذلك هلأ الطالب بيتعلم من أستاذه، بياخد عنه شغلات كثيرة. المريد بيتعلم من شيخه، بياخد عن شيخه شغلات كثيرة. فصورة الشيخ تنطبع بالطالب طبع. سمعت من شيخنا مرة، فبيقول انه بده يقرأ عن شيخ، شيخه بده يقرأ عن شيخ. فبيقول له الشيخ بدر الدين الحسني، بيقول له يا ولدي لا تقرأ عنده، هذا رجل صاحب بدعة.
قال له سيدي باخذ انه العلم بترك البدعه. قال له لك ما بيطلع بايدك. قال له لا سيدي بيطلع بايدي. الشيخ فتح الدرج طالع مرايه. قال له طلع بالمرايه. طلع قال له صورتك انطبعت غصبا عنك لما بارادتك. قال له غصبا عني. قال له كذلك صوره الشيخ بدها تنطبع غصبا عنك. فمن الواجب دائما انه نكون قدوه حسنه للناس نحن. يعني ما نكون برا شيء وجوا شيء. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينبهنا عن نومه الغافلين، وان يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين، لا مغيرين ولا مبدلين، والحمد لله.